الله الرحمن الرحيم، نبتدي في chapter 3.1 اللي هو which features of organizations do managers need to know about to build and use information system. زين، يعني شنو هي ميزات المنظمة اللي يحتاجها المدراء عشان يعرفونها عشان يبنون نظام معلومات مناليو؟ هاي الشابتر ركز على ميزات المنظمة features of organization. إذن أول شيء نبتدي بسألكم سؤال، شنو العلاقة بين المنظمة ونظام معلومات؟ يعني الشركة ونظام معلومات شنو العلاقة بينهم؟ إذن what is the relationship between the organization and information technology؟ طبعا العلاقة اثنيناتهم يأثرون على بعض، يعني نظام معلومات والشركة اثنيناتهم يأثرون على بعض. في شنو يأثرون؟ أول شيء في الستركتشر، في بنية الشركة تغيرت باستخدام نظام معلومات، صار في عادي نشيل قسم، شلنا قسم، زيادنا قسم. مثلا الحين صار في قسم نظام معلومات في الشركات الكبرى أو الصغرى، لازم في قسم اي تي، فهاي شيء بسبب نظام معلومات، فهمتوا؟ فشنو؟ they added different departments، زين؟ زيدوا قسم، أو مثلا إذا قسم ما يبونه لأن خلاص شولو ما يحتاجونه الحين، في نظام معلومات تربليسس هالقسم فشولو، زين؟ أو reduce employees، يعني قبل كان عندنا وايد employees، وايد موظفين، خلاص الحين باستخدام نظام معلومات خلاص الحين وايد أشياء صارت أوتوماتيك. اوكي، فالبنية تغيرت. ثاني شيء business process، عمليات تجارية صارت أسرع، خطوات أقل، مثلا الكاشير، انزين قبل كانوا يستخدمون كالكليتر، انزين ويوقفون طوابير، الحين بس نظام معلومات في الكاشير transaction processing system وبس خلاص، انزين نظام معلومات أثر على الشركة. اوكي، فكل واحد يأثر على الثاني. politics، سياسة المنظمة تغيرت لأن باستخدام نظام معلومات لازم يكون في سياسات جديدة في الشركة. والكلتشر، الكلتشر يعني البيئة في العمل صارت open culture، يعني منفتحة، زين، يعني عادي يشتغلون يا بعض، متعاونين يا بعض، زين. environment أثرت على البيئة، يعني نظام معلومات أثر على بيئة الشركة، زين. والmanagement decision شنو يعني؟ يعني باستخدام نظام معلومات صار في flatten organization، شنو يعني؟ حتى السلطات التحتية يقدرون يسوون decision making. اوكي، يعني يعني يسوون، يعني حتى الموظفين اللي تحت يسوون قرارات، مو بس يعني المدراء وهاللون. اوكي، الحين بسألكم سؤال، what is organization؟ شنو يعني المنظمة؟ في هالسلايد كامل بنتعرف عن شنو يعني المنظمة فقط. إذن في معنيين زي تعرفين، technical definition و behavioral definition. إذن لازم اثنيناتهم، يعني مثلا أقول لكم what is an organization، في two definitions لازم تكتبونهم، يعني اثنيناتهم complement each other، يعني اثنيناتهم must be together، لازم هما يكملون بعض. اوكي، ما يصير تكتبون بس دي، لا، لازم اثنيناتهم، زين. فأول شيء خلينا نتعرف على شنو يعني technical definition. technical definition هو تعريف تقني بالعربي، a formal legal entity with internal rules and procedures as well as social structure. شنو يعني؟ يعني يقول لكم ان المنظمة او الشركة عندها رول، عندها قوانين، إنه عندها procedures، عندها عمليات تجارية اللي هي business processes، وعندها social structure. شنو يعني؟ يعني في بنية، مسؤول، مدير، زين، موظفين. اوكي، زين. Form the social structure that processes resources from the environment, capital and labor to produce output products and services. يعني تأخذ من ال environment اللي هي العملاء، وتأخذ رأس المال من resources، يعني من environment، من البيئة، عشان تطلع شنو؟ تطلع السلعة أو الخدمة، زين؟ فهاي technical definition. أما عن behavioral شنو؟ هو التعريف السلوكي. هو شنو التعريف السلوكي مال المنظمة أو الشركة؟ A collection of rights, privileges, obligations and responsibilities that is delicately balanced over a period of time through conflict and conflict resolution. شنو يعني؟ يعني مثل ما انت عندكم حق على الشركة انه ما تبون المانجرز
يعني يصرفون عليكم. زين المنظمة بعد لها حق يعني لازم تكون لها حق، يعني لازم تكون ملتزمين، لازم تكون الصف من وقت. زين ففي رايتس، زين في obligations. شنو يعني obligation؟ يعني في التزامات، كل واحد منا ملتزم بشيء، كل واحد منا عنده شغل زين والتزام منه، مثلا تكون من الصبح وكذي، وكل واحد فينا responsible في الشغل، شنو كل واحد عنده مسؤولية شغل معين يسويه زين. وشنو بعد conflict resolution؟ يعني شنو؟ يعني أي مشكلة صارت مو بس يتفاركش البزنس، لا إن تنحل المشكلة زين. فالبيهيفيرال يركز أكثر على السلوك زين، ويركز أكثر على شنو الجروب ريليشنز والفاليوز والستراكشر زين. فباختصار البيهيفيرال يركز على شنو؟ على جروب ريليشن، يركز على العادات زين والفاليوز والبنية وكذي زين. فمثل ما قلت لكم ان both definition complement each other، لازم تعرفين يكملون بعض. ليش؟ يقول لنا ان technical definition يقول لنا عن شنو؟ tell us how thousands of firms in competitive markets combine capital, labor and information technology. يقول لنا شلون الشركات تخلط الكابيتال اللي هو راس المال والليبر العملاء ويا شنو؟ ويا الاي تي، ويا نظام المعلومات والتكنولوجيا زين. اما البيهيفيرال يقول لنا takes us inside the firm to see how technology affects organization in their work. يعني يقول لنا البيهيفيرال ديفينيشن هو اللي يبين لنا شلون التكنولوجيا تاثر على يعني البيئة داخل الشركة. فهمتوا؟ زين في الامتحان شفت سؤال سابق يقول لنا what is أو فرق between technical definition و behavioral definition. طبعا تكتبون المعنى هاي حفظ زين، بس أنا شرحت لكم أكثر عشان تفهمون يعني. زين في شيء اسمه شنو؟ the technical microeconomic definition of the organization. هاي شو اسمه؟ technical microeconomic زين. لوك technical the behavioral، ومني في شنو؟ technical microeconomic. شنو يعني؟ يقول لنا في input from the environment اللي هو رأس المال والعملاء كذي زين، ناخذ resources من environment، عقب يصير process في البزنس في الأورجنايزيشن في المنظمة في الشركة، تصير شنو عمليات تجارية عشان تطلع شنو السلعة الأوتبوت. السلعة هي الأوتبوت أو الخدمة هي الأوتبوت زين. عقب يقول لنا ذي الأوتبوت زين يروح على الانفايرمنت، عقب consumed بالانفايرمنت، عقب شو يصير؟ يرجع مرة ثانية. في input زين، ياخذ input زين، عقب يصير process، عقب يصير output، بعدين output يرجع مرة ثانية. فهمتوا؟ فيقول ان products and services are consumed back by the environment which supply additional capital and labor as input. هاي يسمونه feedback. ذكرون في chapter 1 شرحت لكم شنو يعني feedback، ان الحين input في output، لازم عقب الoutput اللي هو السلعة مرة ثانية مرة طلعت حق الانفايرمنت ترد مرة ثانية. فهمتوا؟ ترد ترجع حق مني. فهاي هو technical microeconomic definition دي. زين طبعا كوك سوي مستغرب يقول الحين هاي كلها بس يبون يقولون لي شنو يعني منظمة او شنو يعني شركة. اي اوكي، فهاي technical behavioral وهاي technical microeconomic definition زين. وطبعا technical والbehavioral هم تعرفين complements each other، لازم يكونون يا بعض. هاي التخرج مني ترى دي سلايد وايد سهل زين، بس ركزوا وياي. لازم في features of the organization. شنو احنا تكلمنا؟ قلنا ان دي دارت عن الفيتشرز، الميزات المنظمة اللي لازم المدراء يعرفونها عشان بيسوون نظام معلومات في الشركة. اول شيء شنو؟ use of hierarchical structure. شنو يعني؟ يعني استخدام الهيكل الهرمي. شنو يعني؟ يعني لازم في شنو؟ لازم أول شيء في مسؤول زين، عقب المسؤول متفرع حق مثل هاي مسؤول العود، عقب مدراء، عقب رؤساء،
القسم وكذي فهمتها، وعقب موظفين عليين، وعقب مثلا اللي تحت بعد اللي ينظفون مثلا، فهمتوا؟ فلازم في شنو هيكل. ثاني شيء لازم شنو accountability and control. زين من المسؤول؟ هو is the accountable. مثلا صار شيء انا بروجرامر، زين صار خلل في الموقع، زين من المسؤول عن هالشيء؟ انا، لان انا البروجرامر. زين مثلا financial statements الشهادات الماليه اللي يسوونها قسم الاكونت، من المسؤول؟ account guy. اوكي ثالث شيء principle of efficiency. شنو يعني؟ يعني لازم انا دائما اكون في المقدمه، دائما اكون ملتزم في شغلي، دائما شغلي يكون excellent زين وفعال. اوكي لازم يكون شنو عندي بعد؟ يكون من ميزات من features مال المنظمه ان شنو يكون عندها، يكون عندها goal. مثلا جامعه البحرين شنو الجول مالها؟ شنو هدفها؟ هي منظمة جامعة البحرين شنو هدفها؟ إنه مثلاً تخلق بيئة مليانة علم وكذي، فهمتوا؟ زين leadership style لازم شنو المنظمة عندها leadership style، أسلوب في القيادة، يا أما بيكون democratic أو ثاني. في وايد examples هو بس مني في ال معطيني two examples أسلوبين. democratic شنو؟ ان المسؤول والموظفين يتناقشون ويا بعض عشان يسوون قرارات، بس الثاني لا، الثاني بس المسؤول يسوي قرارات، اللي تحت ما يسوون قرارات، بس هو، فهمتوا؟ زين حوصلنا حق السادس روتينز اند بزنس بروسيس. لازم المنظمه يكون عندها فيها يعني روتين، فهمتوا؟ يعني مثلا جامعه البحرين شنو الروتين مالها؟ الروتين مالها ان تدرس الطلاب، فهمتوا؟ حنغسل السيارة، انزين شنو روتين مال كل يوم يغسل هاي؟ زين فروتينز فور producing goods and services. goods اللي هو السلع او الخدمات، لازم في روتين. زين لازم في شنو بعد؟ procedures and rules. شنو يعني؟ في خطوات، مثلا حن غسل سيارة اول خطوة لازم يجيب ماي، زين يعني يترس الباكيت ماي، فهمتوا؟ ثاني خطوة و فالروتين مال لازم في steps. زين لازم في قوانين أكيد، مثلا جامعة البحرين حين تدرس في قوانين، فهمتوا؟ فالعمليات التجارية business processes are collection of routine. يعني العمليات التجارية هي مجموعة من شنو؟ من الأشياء الروتينية. زين و business firm اللي هو المنظمة والبزنس شنو؟ collection مجموعة من شنو؟ من العمليات التجارية أكيد. مثلا جامعة البحرين تعتبر business firm، فهي مجموعة من شنو؟ من العمليات التجارية. اوكي مثلا شنو العملية التجارية اللي تصير هاي؟ الدفع، زين هاي عملية تجارية، زين توظيف هاي عملية تجارية، زين فمن ميزات المنظمة انه لازم يكون فيها شنو؟ عمليات تجارية وروتين يومي. زين زين the constituencies شنو يعني؟ انه اي جروب انا بياخذه سيرف ويتش جروب. مثلا جامعات تخدم الطلاب، من الحكومه تخدم المواطنين، زين فهاي هاي تخدم اي مجموعه، زين يعني من المستهدف فيها. وبعد type of task يعني شنو نوع المهمه اللي انا عندي. زين مثلا جامعه البحرين هو المهمه انها تدرس كل يوم، زين فهاي شيء روتيني. فروتين تاسك مثلا تدريس، مثلا مانيفاكتشرينج تصنيع، زين او في شيء نون روتيني شنو يعني؟ مثلا محاميه، زين محاميه مو كل يوم ساعتي من الاول بساعة ماي. زين واخر شيء، اخر ميزه هي organizational politics culture environment and structure. هاي النقطه شرحت بشرحها في سلايد اللي عقب لان تاخذ مساحه، بس سهله يعني يتخرج. زين نواصل الحين، قلت لكم بشرح لكم organizational politics culture and environments and structure. زين organizational politics يعني السياسة التنظيمية. زين أي مثلا صار في اختلاف في آراء الموظفين، زين هاي الشيء بيسبب مشاكل وايد في الشركة، زين والمقاومة السياسية في الشركة، زين تسبب يعني مثلا الشركة سوت قرار، زين
وفي ناس عارضوا عارض الشركة ذي، فيصير مني بتصير وايد مشاكل في الشركة. زين، فهاي السياسة التنظيمية. ثاني شيء organizational structure اللي هو بالعربي الهيكل التنظيمي. في 5 basics مني في الباوربوينت معطينا 5 أنواع. أول شيء young small اللي يسوون بودي في البحرين. زين، شركة تمكين تساعد هال اللي مثلاً الحين في مثلاً شخص عنده فكرة يبي يبطل مثلاً هو تراك، زين تمكين تدعمه. زين، فهاي بس مو ستارت أب فرم. زين، يسوون بودي. زين، ماشين بيروقراسي شنو يعني؟ إن المانيفاكتشرينج فرم مثلاً نفس نايك، زين اللي يصنعون مثلاً أي شيء، جواتي مثلاً كوكولا. زين، النوع الثالث اللي شنو؟ اللي multiple machine bureaucracy with each producing different product or service. شنو يعني in different location؟ يعني مجموعة، زين شنو يعني؟ شركة ما تصنع شيء بس يعني تطلب منتجات من شركات ثانية، وفي المكان دي يسوون assemble the product. فهمتوا؟ يعني مو هي اللي تصنع البرودكت، لا شركات ثانية. زين، professional bureaucracy يعني اللي عندهم محترفين، يعني عندهم احتراف مثلاً hospital، زين في دكاترة، school في مدرسين، زين ولو firms اللي في قضاء ومحامين. زين، فعندهم شنو مني؟ عندهم profession، عندهم شهادة وكذي. زين، advocacy يعني اللي مثلاً محامين. زين، هاي advocacy يعني example محامين اللي you consult them. زين، تناقشونهم، مو شرط محامين، حتى أي أحد تناقشونه مثلاً مصممين زي محامين يعتبر advocacy. organizational culture هو البيئة اللي داخل الشركة. زين، طبعا انا بسألكم سؤال الحين، تو مثلا المستقبل ان شاء الله اذا اشتغلتوا، تخيلوا تحبون الكالتشر مالكم يكون شنو، ايجابي ولا الكالتشر يكون سلبي؟ ما حد يبي يشتغل، ويعني ما يتجبلون. اكيد تحبون تلاقون في مكان ايجابي، صح ولا لا؟ فنفس الشيء مني، الكالتشر لازم يكون شنو، ايجابي، لان اذا كان ايجابي زي هاي الشيء تول اتراك تالنت، يعني الموظف يقدر مني يطلع مواهبه. زين، وانتم بتصيرون راضيين، زين وبتصيرون سعيدين، بكون هابينس اند ساتسفاكشن. زين، وبالتالي بتسوون البرفورمانس مالكم بيتطور. يعني طبعا اذا انا مستانسه واذا انا مرتاحه في المكان ودائما إيجابية، يعني مكان يعطيني إيجابية، أكيد أنا يعني إنتاجيتي بتصير أعلى. فهمتوا؟ فلازم الكالتشر يكون شنو، إيجابي. زين، يقول لنا some companies have team based، يعني عندهم team work يشتغلون في جروبات، while others have شنو formal management style، يعني ما عندهم group work ولا شيء. فهمتوا؟ يعني style قديم. زين، other companies have casual workplace، يعني عالي إنه أنا أسولف أضحك، زين وأخذ وأعطي، without many rules and regulations، يعني ما في وايد قوانين. زين، أسوي الشغل عادة يكون إذا مثلاً ربع، يعني مثلاً ربع متشاركين في بزنس واحد. فهمتوا؟ ما في rules ولا regulations وايد. زين، يقول لنا الحين encompasses a set of assumptions that define a goal and product. يقول لنا ان ال culture، زين يعني البيئة داخل الشغل، هي تحدد لنا الهدف وتحدد لنا المنتج. زين، تحدد لنا what products the organization should produce، ان شنو السلعة اللي لازم المنظمة تصنعها، شلون وين، زين بتصنع هالسلعة وحق من هالسلعة. زين، فهو كله ذي الكالتشر يبين لنا. زين، فقلت لكم اخر نقطه، الكالتشر might be powerful unifying force as well as restraints on change. يعني هم بيكون شيء زين حق الكومباني، شيء زين
يا اما بيكون شيء سلبي يطيح الكومباني، لان اذا كان كلتشر حلو وكون ايجابي من نفس الجبل طبعا بيكون شيء زين، بس اذا كان شيء عكس ذي بيكون شيء مو بزين حق الكومباني، فحتى الارباح بتقل ليش؟ لان الانتاجيه مال الموظفين بتقل. واخر شيء organizational environment، هي شنو البيئه اللي حول المنظمه. زين يقول لنا ان المنظمه والبيئه اللي حولها عندهم reciprocal relationship. شنو يعني؟ يعني اثنينهم يحتاجون معلومة، يعني مثلا الorganization تحتاج معلومة من ال environment، المنظمة تحتاج معلومة من البيئة، ان شنو ان شنو ال customers يحبون، زين شنو ال trend مال customer، زين شنو ال trend الحين في ال في البيئة الحين اللي حول ال business، زين عشان هي تصنع مثلا سلع. اوكي يقول لنا organization can influence their environment، زين يعني المنظمة تأثر على البيئة، زين و environment generally change faster than organization. طبعا يقولون ان البيئة اللي حول البزنس يتغير اكثر واسرع من البزنس نفسه. طبعا الحين الترند مثلا الحين في السوشيال ميديا الترند ما قاعد يتغير، البزنس نفسه ما يتغير، منظمة الشركة نفسها، بس شنو اللي قاعد يتغير؟ احنا آراءنا قاعد تتغير، أذواقنا قاعد تتغير كل مرة، فهو يعتبر احنا البيئة اللي حول البزنس اللي قاعد تتغير أكبر. زين وقلنا لنا information system can be instrument of environmental من يمو مكسوس، بس environmental scanning acts as a lens. يعني يقول لنا ان الـ IT زي منظمة معلومات زين يصور لنا الـ environment. طبعا شوف نقدر انا اروح اقدر اروح بالنت وأسوي ريسيرش عن البيئة اللي حولي، فهمتها؟ ومن سبب شنو؟ من سبب الـ IT كل شيء حي موجود في النت، زين؟ وأقدر مثلا أروح النت أشوف new ideas، قلت لكم أشوف شنو new trend كذي، زين؟ وأقدر أشوف شنو قاعد يصير في البيئة يعني اللي حولي بس من نظام معلومات، فمن كذي يقول لكم act as a lens يعني نفس العدسة، زين؟ زين الحين فمثل ما قلت لكم ان الـ organization can influence their environment. شنو يعني؟ يعني ان يعني ان الشركة زين تأثر على او المنظمة تأثر بعد على البيئة مالتها، مثلا يصير شركات يشتغلون ويا بعض زي شركات كبرى يعني عشان شنو يأثرون على عملية سياسية، زين او العكس، يعني قلت لكم ان الانفايرمنت يأثر على الأورجانيزيشن، زين تعرفون عندهم علاقة متبادلة، زين فهاي خلصنا الحين ميزات الشركة، خلنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تسع ميزات. اوكي فالحين بس احنا دارسين ميزات يعني تقرر انت سهل. زين في شيء اسمه شنو يعني هذه يعني تكنولوجيا مدمرة، زين disruptive technologies شنو يعني؟ تكنولوجيا مدمرة اللي يدمر شنو؟ زين تذكرون قبل زين كان في محلات يجرون شنو سيديات، زين الحين هل في للحين متواجدين؟ لا خلاص، يعني هاي التكنولوجيا هاي دمرت هالمحلات خلاص، صك البزنس كامل صك، زين ف disruptive technology هو technology that brings sweeping change to businesses, industries or markets. زين مثلا الحين تقدرون بس iTunes ما يحتاج حتى تشترون CD أغاني أو شيء، زين أو Netflix ما يحتاج حتى تروحون حق السينما، فخلاص هاي تكنولوجيا بدلت هال يعني هالشركات شوي. زين في نوعين، في first movers وفي fast followers. زين ال first movers هم اللي مخترعين inventors of disruptive technologies، مثلا سيتي بانك، زين هاي بانك بالغلط لازم أمني، هم اللي اخترعوا الـ ATM، زين وخلاص
صار الحين كل بنك لازم عنده ATM. يعني الفاست فولورز هم المخترعين، الفاست فولورز هم اللي شنو عندهم القدرة المالية زي الشرائية، فيروحون يشترون تكنولوجيا، مو هم اللي مخترعينها، لا هم يشترون تكنولوجيا حق الفرمون، فهمتوا؟ إذا خلصنا يلا إن شاء الله تحصلون كلكم إيه.